لوحده ما يبقهمش مع بعض. يبقى هو ده الاسرار اللي احنا هنتكلم فيه من خلال
الروح القدس هو روح الله، روح الله القدس الساكن فينا، يعمل فينا، بس هيعمل فينا في حاجات كتيرة جدا. روح الله هو اللي فهمنا الله. روح الله مسيح النهارده لما صعد قال للتلاميذ ايه؟ ارسل لكم ايه؟ معزه. المعزه ده هيعمل فيكم ايه؟ هيعلمكم، هيفهمكم، هيرشدكم، هيعزي كمان. يعني احنا لما بيحصل لنا احداث مثلا او قلق او تعب، ايه اللي بيعزينا من جوا؟ الروح القدس الساكن. طب لو الروح القدس ده صاحي جوانا احنا مصحيين، هتلاقي تحس بالتعزيه. طب الروح القدس ده هو مش مصحيين، هيعمل ايه؟ هيبقى في ناس حاسين بتعزيه وفي ناس مش حاسين بتعزيه، في ناس تحس بعمل الروح القدس وفي ناس ما تحسش بعمل الروح القدس. طب هو هل الروح القدس عامل ولا مش عامل؟ هو عامل وشغال، بس على حسب انا ايه؟ انا النشاط اللي جوايا بالنسبه لي. ناخد بقى الحاجات الجديده اللي احنا بنعملها. في المعموديه بننال البلاد الجديده، دي اول رقم هنا مع الروح القدس، ننال البلاد الجديده. بالبلاد الجديده بيحصل لنا ايه؟ نتجدد من الطبيعه اللي كنا احنا ورثناها في الخطيه. فيدخل الروح القدس يعمل ايه؟ يولدنا بلاد جديد. طب هو ليه بيولدنا بلاد جديد؟ علشان نبتدي نكون مؤهلين للدخول بكل الاسرار بعد كده. العلاقه بس ما بتنتهيش عند النقطه دي، انما يدخل بعد كده عشان ادخل في بقيه الاسرار، ابتدي اعرف اكتر عن الروح القدس، ابتدي افهم اكتر عن الروح القدس، ابتدي بيني وبينه علاقه قويه مع الروح القدس. ندخل بعد كده في المال، هو سكر الروح. ايه الفرق بين سكر الروح فينا وعلاقه الروح القدس بالثالوث مثلا؟ روح الله فينا ولا روح الله مش فينا؟ طيب ايه الفرق؟ احنا روح الله ساكن فينا صح؟ يعمل في ايه؟ فينا كلنا. لكن روح الله هو روح الله القدوس المالك ايه؟ مالك الكون كله، مالك الكون وبه كل شيء وغيره من كل شيء. هو روح الخالق، هو بيدينا خاصيه الحياه. خاصيه الحياه نقدر نفهمها عن طريق الكون والروح القدس. ما نقدرش نستوعب ان في حاجه حيه، مفيش حاجه حيه حوالينا ما نقدرش نستوعبها الا من خلال مين؟ الروح القدس. لان هو قرون ايه؟ قرون الحياه. حتى ان احنا نستوعب ان احنا احياء مش هنقدر نستوعب الا من مين؟ الا الروح القدس. لان هو روح الحياه، هو روح الحياه، هو اصل الحياه. بالظبط. فاحنا سوفنا الروح القدس في ايه؟ هل ينتهي الامر على كده؟ هل بمعنى ان الروح القدس سكن فيا وانا اتولدت بلد جديد خلاص كده اسيبه بقى هو يعمل بقى الدور بتاعه؟ لا. ندخل بعد كده في سر تاني مع رقم التفاعل. هل بعد ما انا اتولدت بلد جديد وسبب فيا الروح القدس مش معرض ان انا اتبهدل واتمرمط واتبهدل في الخطيه؟ يبقى دور الروح القدس ايه هنا؟ يعني ايه؟ يبكن على الخطيه. طب هيبكن بس هيعمل ايه؟ يجدد صح؟ فهو بيبكنني على الخطيه فيخليني اعمل ايه؟ خليني بقى انا شكر الروح القدس دلوقتي، خليني اعمل ايه؟ اروح للطب المعتبر، باخد من الروح القدس النعمه بتاعت المغفره. باخد من الروح القدس نعمه المغفره. تعالوا قبل ما ندخل في عمق الاسرار، يعني ايه كلمه سر؟ يعني ايه كلمه سر؟ ليه بنسمي الاسرار سر؟ عمل خفي. هو اربع كلمات. السر يعني نعمه غير منظوره، باخدها عن طريق ممارسه طقس منظور. خلاص؟ ممارسه طقس منظور او ملموس باستخدام مادة أو وسيلة منظورة. مادة أو وسيلة منظورة. عن طريق كاهن شرعي. تاني عشان نبقى عارفين كلمة سر وإن الروح القدس يعمل في الأسرار. إيه هو السر؟ ليه بيسموها سر؟ لأن السر هو نعمة غير منظورة، نعمة ما بشوفهاش بس على السر. باخدها عن طريق ممارسة طقس منظورة. يعني مثلا التوبة والاعتراف، إيه النعمة اللي باخدها من الروح القدس عشان أشوف عمل الروح القدس فينا هو تنبيه مالي؟ روح القدس أول ما حل على التلاميذ يوم الخمسين، طب هم قاعدين بقالهم 40 يوم بيتعلموا من المسيح الأسرار، وتعلموا المسيح يعملوا إيه؟ بيسلمهم الأسرار بتاع الكنيسة،
لما تيجوا تعملوا حد عمله كده، لما تيجوا تكشفوا مليون عمله كده، لما تيجوا تتجوزوا عمله كده، لما تيجوا تكسبوا كهنوت عمله كده. انتوا الاعتراف كده كان بيسلم التلاميذ الاسرار وكان بيظهر ليهم طول ال 40 يوم. صعد المسيح ورفع كل الانظار لايه؟ للسماء. طب هنعمل ايه؟ قال استنوا اتنفسوا حتى يجيلكم قوه، اللي هو روح القوه. القوه اللي بتبقى موجوده عندنا هي قوه من مين؟ من روح القدس الساكن. لما تلاقي في وسط التجارب، في وسط الضيقه، في وسط الخطيه، ولكن انت في قوه جواك تقدر ان انت تتغلب على الخطيه، ان انت تقدر تنتصر. مطلوب مين؟ روح القدس. هو مش بعملها، بعمل مين؟ بعمل روح القدس. في دور انا لازم اعمله، وهو ده بيخلي يبقى في تفاعل ما بيني وبين روح القدس، في علاقه ما بيني وبين روح القدس. لو انا بطلت دوري اقبلت دوري، انا خدت روح القدس بالفعل في المعموديه في الميرون، اخدته بالفعل وبقى ساكن جوايا، بس هو ساكن جوايا اه بيني، بس لازم انا اعمل ايه؟ عشان احس بشفاعته، وعشان احس بقوته، وعشان احس بتعزيته، انا شايف في علاقه بيني وبين الله، عشان افهم الله روح والذين يسألون له بالايه؟ بالروح والحق يسألون. يعني مش هنشوف الله قدامنا بالعين، بس انا بعمل ايه؟ بالايمان اعمل ايه؟ مين اللي حرك الايمان جوايا؟ الروح القدس. صح ولا ايه؟ فهو التفاعل المهم اللي موجود ما بين البشر وما بين الروح القدس. فالنعمه الغير منظوره دي مثلا زي نعمه الميلاد الجديد، زي نعمه سر الروح القدس، زي نعمه المغفره. تمام؟ بروح احضر ملابس طقس في التوبه والاعتراف، بعمل ايه؟ طبعا ده من هو ده الطقس، طقس الاعتراف. طقس منظوره مش منظوره؟ منظوره. في الميرون الطقس منظوره مش منظوره؟ قلنا بيمسك ويرش، منظوره مش منظوره؟ منظوره. في المعموديه الطقس منظوره مش منظوره؟ منظوره. وميه صح. النعمه غير المنظوره باخدها، دي نعمه الروح القدس الموجوده في السر. عن طريق ممارسه طقس منظور باستخدام ايه؟ مادة أو وسيلة منظورة. المادة الموجودة في المعمودية إيه يا أحبائي؟ مية. طب المادة الموجودة في الميرون أو الوسيلة؟ الزيت. ماشي صح. النعمة بتتحكي على مين؟ على الزيت. وتسكن فين؟ الطريق. تسكن فين؟ الطريق. طيب في التوبة والاعتراف النعمه غير منظوره برضه هو ايه؟ المغفره. الطقس المنظور هو ايه؟ وجلسه الاعتراف. طيب ايه الوسيله او الماده؟ التحليل. لا. 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 الوسيله هو انا والانسان. سلام وسيله؟ خلاص الوسيله مين اللي هياخد الحل؟ الوسيله هو الانسان. طيب وسيلة منظور حل عليها روح القدس. تاني. لا مش كده، تاني. كل مرة انا اللي ايوه. لا بس في وسيلة بتحل عليها روح القدس، في انا هنا مفيش وسيلة، الوسيلة اللي بتحل تبع الغفران هو مين؟ هو الانسان نفسه. عن طريق مادة او وسيلة. مادة او ايه؟ او وسيلة. انا مادة في الوقت ده فيحل عليا لكن نعرف ايه؟ فبنام نعمة المغفرة عن طريق روح القدس، روح القدس يديني المغفرة من الخطية. حقيقي هو بيمسك. لما أروح أعترف بالخطية بتاعتي، الله يورينا إيه؟ أنا نسيت الخطية بتاعتك. نسيتها ولو حمرا زي الدم أنا هعمل إيه؟ خليها بيضا. لو ورقتك سودا خليها بيضا. الله فعلا بينسى الخطية. مش زينا إحنا كبشر ممكن ما ننساش. لا الله فعلا بينسى. ترجع تتجدد إمتى؟ لما اعمل خطيه تاني احتاج اني اروح اعمل ايه؟ اروح اغسلها تاني وامسحها فضل الله فعلا من الانسان. فالتعاون الاولاني مع روح القدس في المعموديه، والتعاون الثاني مع روح القدس في المال، والتعاون الثالث مع روح القدس فين؟ في المغفره. طب هل انا عشان قلت المغفره كده خلاص؟ انا خلصت؟ لا. وارد ان انا اعمل ايه؟ اقع تاني واتعب تاني واتبهدل تاني. طب ايه دور الروح القدس؟ يجي يقول لي تعالى علشان نثبت في مين؟ نسبة ربنا. فيعمل روح القدس في داخلي تاني واخد نعمة الثبات. اخد نعمة الثبات عن طريق ايه؟ سر ايه؟ الخمسة. ندخل نتناول جسد ودم ربنا. ايه النعمة غير منظورة؟ هو الثبات في الله.
عن طريق ممارسه الطقس منظور هو ايه؟ القداس. تذكر ايه الماده او الوسيله في السر ده؟ خبز والقرن. خبز والقرن بالظبط. عن طريق كام شجره؟ كل المصادر لازم تعمل عن طريق كام شجره. فادخل بعد كده في مرحله اعمق وهو الثبات. ثبات في الله، بس بالنسبه في ربنا عن طريق ايه؟ عن طريق الخبز. طيب من الثبات في الله جبنا ايه؟ القوه. اقول لحضراتكم مثلا لو عندنا حته فشله وجبنا دقينا فيها مسمار، مسمار لسه طالع بره الخشب، نقدر نشيل مسمار ولا نقدرش؟ نقدر نشيل مسمار، يعني بيدينا يهمك ايه؟ مسمار دي كمان. طب لو دقينا اكتر من مسمار خليت راس المسمار بس اللي ايه؟ يعني طبعا اقدر اشيله ولا اقدرش اشيله؟ اقدر اشيله، بس هيبقى اسهل ولا اصعب؟ اصعب. طب لو انا هرست المسمار في الخشب، خشبه سميكه كبيره بس المسمار غير سميك، اعرف طلع المسمار ده؟ عشان طلع المسمار ده لازم يحصل ايه؟ لازم الخشبه ايه؟ تتكسر. فهو ده الثبات يا حبايبي. واحده بواحده بثبت 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 بثبت، كل ما اثبت اكتر كل ما اخد قوه اكتر، القوه دي هي قوه الدين ده ربنا. فاثبت اكتر المسيح قوه ربنا تشتغل ايه؟ فيا اثبت اكتر. اثبت عن طريق ايه؟ خلصتين. يبقى انا رب خدت الروح القدس، ادي علاقتي بالروح القدس، انت اعطيتني هذه النعمه، اعطيتني هذا ان الهيكل ده هو هيكل الله ساكن في ساكن عن طريق ايه؟ الروح القدس. طب انا الهيكل ده انا افسدته وبهدلته، معلش بس تعالى انت انسان وطبيعتك البشريه والحاجه اللي ممكن يحصل فيها الموضوع ده، روح اعمل ايه؟ طول عشان تاخد الغفران. طب انا خدت الغفران كفايه كده ولا لا؟ بعد ما اخد الغفران تعالى واعمل ايه؟ ونسكت سبب علشان لو غلطت تاني نقدر نعمل نعيد نفس الايه؟ نعيد نفس الدم. دي دول الاربعه لازمين للخلاص. الاربعه دول لازمين ايه؟ للخلاص. يعني الخلاص مش احسن من ما فيش حد هيقدس الا لما يعتمد وينام مربوط بالروح القدس. حدش هيقدس الا لما يقوم ينام بالروح القدس. حدش هيخلص الا لما يدوم ينام بالروح القدس. حدش هيخلص الا لما ايه؟ ما ينام ويثبت فيه الروح القدس. ويثبت في الله. يبقى شايفين قد ايه عمل الروح القدس فينا؟ نقدر نعيش من غيره ولا ما نقدرش نعيش من غيره؟ مش ممكن. مش ممكن ما نقدرش نعيش من غيره. طب الروح القدس بيدينا النجاح؟ يدينا النجاح؟ طب بالنسبه للناس اللي ما عندهاش روح قدس وناجحين ايه الفرق؟ حاجه من ربنا. ايه الفرق بين هذا النجاح وهذا النجاح؟ في فرق؟ ايوه دي النقطه الحاسمه. ان الله ايه يا شباب؟ الله عادل. انت تعبت فايه؟ فانا الله عادل. الله ما بيحبش حد. بس مع هذا النجاح يدينا روح النجاح مش روح الفشل. هبقى ناجح في علاقتي مع ربنا، هبقى ثابت في علاقتي مع ربنا. يجي حد مثلا تتكلم معاه قال لي سلوك سوى الحياه الابديه، تلاقي المسيحيين الموضوع بالنسبه لنا ايه؟ سهل، احنا نيجي نفهمه، احنا نيجي نستوعبه، احنا نيجي ندخل جوه الموضوع وندخل في اعماقه. ده عمل روح القدس. دي نعمه نشكر ربنا عليها جدا. ربنا يدينا امكانيه مهم ان احنا نستخدمها، ما نقدرش نعيش من غير الروح القدس قوي. ان هو القوه اللي في حياتنا، هو مش قوه بمعنى طاقه، لا مش طاقه خالص، هو قوه موجوده معانا، هو الشفيع بتاعنا اللي بيشفع لنا بتعزيته ولما يجي ينقح علينا لما انا اغلط او ازعل. لما حاجه تعمل مثلا موقف مع حد بعد ما انت اتخانقت معاه ولا زعلت ولا اتنفست منه ولا غلط، تقعد كده مع نفسك تلاقي ايه بيحصل جواك؟ تقعد تبكت في نفسك وتقول انا كنت لازم اروح اعتزل ولازم اقوم اتحرك ولازم اروح كورس يعمل كده. بس يعمل بايه بقى؟ بالفرق بيننا وبين الاخرين. انه بيعمل ان انا فعلا بكون من جوايا. مثال الانسان اللي قدامي تماما تماما. بقوم عشان اقدم اعتذار، مش مجرد الاعتذار وقوله والحياه تمشي، لا ده انا بسامح لاجل تسامح فعلا. هو ده الفرق يا احنا اكتسبنا شويه امور من العالم لاجل ان
سامحه سامحه بجد، مش تسامحه زي ما العالم ما بيسامح. واحد تاني ممكن العالم يقول لك انا خلاص مسامحك وخلاص وانت زي الفل. انما اللي في القلب ايه؟ في القلب مشاهد. ما اللي في القلب مين؟ الروح. فخلاص انا مجرد ما سامحتك انا حقيقي سامحتك، انا حقيقي مش شايل منك، انا حقيقي بحبك، انا حقيقي كذا كذا. مين اللي يعمل القصه دي؟ هو انا. مش مجرد فعل ضمير خالص، الضمير ده في الصفه الانسانيه، في الطبيعه الانسانيه. انما الاتحاد طبعا بلاش الاتحاد ده، ما تسيبوش القصه ده. لما احنا بطبيعتنا دي المسيح سكن فينا ادانا امكانيات الروح القدس، يبقى احنا نقدر نستفاد من كده، نستفاد بعمل الله معانا. ما نقدرش نعيش من الروح القدس ولا العالم يقدر يعيش من الروح القدس. عايز اقول حاجه بس بخصوص، عايز اتكلم بس عن حته الروح النجاح. يعني الانسان اللي بيبقى علاقه مع ربنا مهما كان من الوقت مش هتجيش في يوم من الايام يعني نهار ويضيع وكده. يعني يقول روح النجاح برضه ما زال يقول لك ايه بيقوم. انا بتكلم حتى على مستوى الشغل العمل والامور الماديه العاديه يعني. لكن وارد جدا ان حد ما فيهوش روح القدس يكون احواله كويسه جدا في وقت من الاوقات يقابل احباطات او خسائر او حاجه، ممكن يوصل في الاولاد حتى ان هو ينتحر مثلا. ده بيقول عشان كده بيجي يقول لنا ايه؟ لما نيجي ينطبق احد المحبين لينا بنقول ايه؟ احنا عندنا الرجاء اللي جوانا عارفين حاجه ايه؟ لا تحزنوا كالمؤمنين الذين ليس الرجاء ده جه منين؟ روح القدس. روح الايه؟ روح الرجاء، روح النصر، روح الفرح. صح ولا ايه؟ يبقى كل دي تولز ربنا مدها، او بلاش تولز، كل دي يعني مواهب ربنا مدها. في فرق بين مواهب الروح القدس وثمار الروح القدس. في مواهب كثيره ربنا يعطيها لاحبائه واولاده من الروح القدس. واحد عنده موهبه ان هو يبقى مبتسم ومبسوط ويفرح الناس، واحد عنده موهبة شفاء، واحد عنده موهبة كلام، واحد عنده موهبة خدمة، واحد عنده موهبة تواضع، واحد عنده كل دي مواهب من الروح القدس. زي ما ذكرنا دول متكاملين، دول مش عارف أمثلة، دول مش عارف خدام، دول 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 كذا كذا كذا، دي مواهب من الروح القدس. إنما ندخل في سكة تانية وهي ثمار الروح القدس. تعالوا بس نتكلم، يبقى الأربع أصغر دول لازمين لإيه؟ للخلاص. من غيرهم ما نعرفش نعيش. من غيرهم ما نعرفش نعيش. ادخل بقى للباقي. طب انا اتولدت بلاد جديد خلاص، مسح الخطيه من جديد، اتولدت بلاد جديد وبقيت انسان جديد قابل لايه؟ ليه بتولد بلاد جديد؟ عشان قابل ان اتفاعل مع روح القدس وادخل في علاقه جميله جديده مع ربنا واثبت فيه هو يسكن فيا. انا بهدلت شويه اروح اكل يحصل لي غفران، بعد كده يحصل لي ايه؟ السبب. طب خلاص سيبت روح القدس كده، والدايره بتقعد ايه؟ تلف هنا، رايحه ايه؟ رايحه جايه، غفران ثبات، ثبات قال اجري على الغفران، وعلى ايه؟ اثبت، طب الثبات قال اجري على ايه؟ على الغفران، يبقى الخط ده رايح جاي. طيب نيجي بعد كده في يوم جمعه ختام الصوم، هتقول فتره الصوم المقدس، بيتصلى قنديل، في جمعه ختام الصوم تصلينا قنديل ايه؟ العام صح؟ ده بيحصل سر مسح الايه؟ مسح المرضى. الهدف من مسح المرضى ده هو ايه؟ هو شفاء لايه؟ لانفسنا واجسادنا وارواحنا. يعني هو مش هدفه الشفاء الجسدي فقط انما ده موجود. شفاء جسدي، شفاء نفس، شفاء ايه؟ روح. زي ما تيجي تقول في الاوكارستيه بيعطي برضه شفاء لايه؟ ثبات لانفسنا واجسادنا وارواحنا، غفران خطايانا خلاص، انفسنا واجسادنا وارواحنا. شايفين عمل الروح القدس في النفس وفي الجسد وفي الروح. انما عمل الدواء، الدواء اللي باخده من الدكتور ده عمله فين؟ في الجسد. يعني ممكن تلاقي حد متالم جدا وهو بعد الشر عنده مرض ياخد الدواء على مستوى الجسد هو خف. مش ممكن المرض ده او التعب ده ياثر على علاقته بحياه ربنا؟ ياثر طبعا لك على تصور ربنا مين بيشتغل؟ انا بقى
التجربة بقبل المرض بقبل كل ده عمل في القدس الروحي هي الكلمة موجودة فيه استغلنا استغلها فيقول سر مسحة المرض ناخد نعمة الشفاء نعمة الشفاء من سر مسحة المرض وأبونا بيصلي على الزيت ويعمل السبع صلوات ويجي أبونا يدهن الزيت يصلي إن الزيت ده كل الطلبات اللي تصلي فيه هو شفاء لأنفسنا وأجسادنا وأرواحنا فناخد شفاء من خطايانا ناخد شفاء من أتعابنا ناخد شفاء من علاقتنا الروحية اللي محتاجة برضه دواء وعلاقة مع ربنا ناخد نعمة الشفاء بسبب مسحة المرض. طيب ننتقل بعد كده لسر الزيجة تلامس آخر وعلاقة أخرى مع الروح القدس يحصل إيه سر الزيجة؟ يعني ايه بقى الاثنين جسد واحد؟ دي النعمه غير منظوره. النعمه غير منظوره هو ان الاثنين بقوا ايه؟ هو جسد واحد. طب ازاي؟ هم مش لسه كانوا جسدين ولا ايه؟ مش عمليا هم لسه جسدين؟ طب ايه فكره الجسد الواحد؟ دي النعمه اللي بتاخدها ياخدها المتزوجين من سر الزين وهو الجسد الواحد، الفكر الواحد، الروح الواحد. لان خلاص الله قدس هذه النعمه قدس هذا السر فأعطاهم نعمة الجسد الواحد. بس بقول لك ايه واحد في مين؟ المسيح. خلاص. الجسد الواحد ده ما ينفعش ينفصل. يمرض يمرض. يتعب يتعب. يتخلوا يتخلوا. يزعلوا يزعلوا. بس يرجعوا ايه؟ جسد واحد. زي ما انا بخاف على نفسي اخاف على ايه؟ خلاص. الجسد الواحد ده واحد ان هو يمرض. بس يعمل ايه؟ يروح هيشف. مش مجرد ما يمرض يعمل ايه؟ خلاص فك المرض. فالنعمه اللي بتاخدها او بياخدوها المتزوجين في ممارسه سر الزينه هو ايه؟ نعمه الجسد. تلامس اخر مع روح القدس. تلامس الاخراني بقى مع روح القدس اللي يعطى له سر الكهنوت. في سر الكهنوت بتتاخد نعمتين، نعمة الخدمة ونعمة السلطان. السلطان مش بمعنى السيطرة، إنما بمعنى إن أعطاهم سلطان إيه؟ للرفض الحكم، اللي هو أبونا إرادة تحكيم، أبونا عن طريقه تحصل مغفرة الخطيئة، الله هو اللي بيغفر عن طريق إيه؟ عن طريق الخدمة. هو ده الكيان الشرعي اللي بيمارس كل إيه؟ كل أصلاً ما ينفعش سر المليون ما يكونش فيه الكهنوت. علشان كده اللي قال على المسيح هو إيه؟ الله هو رئيس الكهنة ليه؟ العظم. وهو اللي معطينا هذا السر. ده كان مخصص في العهد القديم سبط كامل اسمه سبط ايه؟ سبط بابل. ويجي حد يقول لك مفيش كهنوت. يعني ايه مفيش كهنوت؟ يعني ايه؟ يعني ده حتى في العهد القديم كان في سبط كامل كهنوت. مش حاجة اسمها كده. أمال هنمارس الأسرار ازاي؟ ينفع حد كده يجي ياخد فكرة ما يقولوش ويرش الناس. ولا تاكل ناس انت بتنزل مسرح المرضى كده وعمال تفرع على الناس وتديهم بركات. لا. لازم في كيان شرعي، شرعي بمعنى مدشن. خلاص؟ واخد بقى ايه؟ الحته اللي حضرتك قلتها في الاول النفخه بتاعت الروح القدس. طب هو خد الروح القدس، الروح القدس ثابت فيه، ياخد نفخه الروح القدس وهي النفخه المسلمه بالمسيح للرسل. والرسل سلموها لتلاميذهم، والتلاميذ سموها البطاركة خلاص. يعني مرقس سب منين؟ من يانوس، ويانوس أخذها منين؟ من الرسل، والرسل خدوها منين؟ من المسيح، سب نفخة الروح القدس اللي بيعملها الكاهن علشان ينفخ بفم الكاهن. ياخد هذه النفخة نفخة الروح القدس اللي بيها يمارس الأسرار ويأخذ نعمة الخدمة ونعمة الإيه؟ نعمة السلطان. السلطان للرب شايفين قد ايه التلامس مع الروح القدس؟ احنا ما نقدرش كشكل شخصي نعيش من غير الروح القدس من خلال الاسرار دي، وما نقدرش تاني نعيش من غير الروح القدس ممثل في سر ايه؟ الكهنوت. يبقى ما نقدرش نعيش من غير الكهنوت. مين هيناولني جسد وده ربنا؟ الكاهن. مين هيعملنا؟ الكاهن. يبقى الكهنوت مهم ممثل في عمل الروح القدس عن طريق في البشريه. يبقى الروح القدس مهم ولا مش مهم؟ مهم جدا، ما نقدرش نعيش بالروح القدس نقدر نفهم معنى الحياه. ما تيجي تبص على الشجر اللي حواليك
على الطبيعة، وقف كده وتأمل في الطبيعة. كل ما هو حي نقدر نستوعب ان فيه خاصية الحياة عطل مين؟ الروح القدس. ان هو خاصية الحياة، هو اصل الحياة، بي ندرك كل امر حياة. فدي اهمية اخرى للروح القدس في الحياة. الروح القدس ناخد بيه قوة. قوة في ايه؟ قوة في الثبات، وقوة في المغفرة. لما تيجي مثلا حد يقول لك المسيحيين دول بيسامحوا قوي، بيحبوا قوي، كل اللي يتعين فيهم ده، ورغم كده الناس دي بتصلي والناس دي بتسامح، مين اللي بيعمل فيهم؟ الروح القدس. لما يجي حد يهينك ويبهدلك وكده وانت سامح، ده عمل مين؟ ده عمل الروح القدس. طب لو انت ما سامحتوش؟ قال كده انت عملت. طيب ما سامحتش، احنا بطبيعه البشر ايه؟ انسان. خلاص هي طبيعه الطريقه اللي البشر بنسميها جديد. طبيعتنا احنا ايه؟ بس نزعل ونتضايق ونقول خلاص الموضوع ده، بس يجي في وقت يعني طب الروح القدس يعمل ايه؟ يبكيني على خطيئة، فاروح اجري اعمل ايه؟ اعترف بالخطيئة واروح اجري على صاحبي او كذا اعتذر وفعلا اقدم له ايه؟ خلاص. وفعلا لما اسامح اسامح مين؟ كل ده. فده احبائي عمل الروح القدس في الكنيسة. الروح القدس كان بيعمل في العهد القديم. كان بيعمل في العهد القديم، بس تدرج ظهور الاقاليم، تدرج ظهور الاقاليم في علاقته مع البشريه، كان بقوه ظهر الام الاب في العهد القديم. التجسد ظهر الام الاب بقوه، ويعمل الروح القدس في الكنيسه ايه؟ لحد ما جه الكتاب. ده تدرج ايه؟ الظهور. رغم المسيح حصل ظهورات في العهد القديم، الروح القدس بعلم حصل ظهورات في ايه؟ او اعمال يعني في العهد طب ومين اللي بيعمل بقى في الكنيسه دلوقتي؟ الروح القدس يعمل في الكنيسه، والروح القدس يعمل داخلنا، والروح القدس يعمل فينا. هي دي الاعمال اللي بيعمل فيها الروح القدس. عايزين نستفاد من الروح القدس، يبقى نبص على العلاقه نظيف الاسرار. لو في حاجه انا مقصر فيها خلاص العمليه وقانون اخدتهم، فالدور بتاع ربنا ايه؟ عمل ما قصرش فيه معانا. طب احنا دورنا ايه؟ تقع تقف وتمام. هو ما قصرش في دور، واحنا بالتالي المفروض نعمل ايه؟ ما نقصرش الدور عشان يحصل ايه؟ مش تعمل سنة سنة احس ان يعمل اللي خدتها. يبقى افعل دور مع التفعيل اللي فوق. طيب لو انا مرضت تعبت اتضايقت اتزنت اروح اعمل ايه؟ بيتمسح لي مسحة المرض. امريض احد بينكم فايه؟ فليدع نفوس الكنيسة. ها وايه؟ ويدهنوك ايه؟ بزيت. ها بايه؟ بالشفا. صلاة الناس مش يبقى في مريض أحد، مريض روحيا جسديا نفسيا يدعي مين؟ خصوصا ما في ايه؟ ما في كهنوت. طب يروح يدهنوه ايه؟ بزيت. ما في سنة مثلا واضحة يعني مفيش فيها كلام. ليه يقول لك مفيش حاجة اسمها كذا؟ لا في مفيش حاجة اسمها عمل روح القدس ده احنا شغالين بدم المسيح صح؟ اه احنا فعلا بنال مغفرة بدم المسيح، بس لازم يحل فينا يعمل فينا ايه؟ روح القدس. روح القدس مهم وشغال وفعال موجود جوانا، ده موجود وده موجود، ده مهم وده ايه؟ بس في المرضى بعد كده ادخل في سر الزيجة. تمام، نعمل تلبيسة للواحد. افهم بقى فكرة الارتباط بالواحد، افهم فكرة التخصص بالواحد، تفهم فكرة العلاقة العميقة خلاص في سر الزنا. علاقة واحتياج إلى واحد، تفهمه في سر الزنا. كل ده يمارس عن طريق الكاهن. هعيد كلمة بسرعة خلاص الطريقة مختلفة. هو ده عمل الروح القدس اللي موجود في الكنيسة من خلال الأسرار ومن خلال تفاعلنا إحنا معاه. من اللي بكينا على القضية؟ الروح القدس. في آية قوية جدا تقول لا تطفئوا الروح. يعني احنا بنطفئ الروح. نطفئ الروح بإيه بقى؟ بإيه فضول؟ بإنك ما تبقاش كاهن؟ لا طبعا. ما تتجوزش؟ لا طبعا. هتمارس مسحة المرضى؟ أوكي، هتمارس مسحة المرضى مرة في السنة أو مرة. إنما بإيه بقى؟ أطفئ الروح بإيه؟ أهو منفره في الثبات. دول يعملوا إيه في الروح القدس؟ واحدة 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 واحدة. لما يجي واحد مثلا بقى له
سمع التماشي وتيجي عليه تجربة أو دينا ويقول لك انتوا ازاي بتسامح الناس دي؟ هو عنده حق تراجع. يعني هيعرف منين التسامح؟ يعني في واحد قال لي بيتناول خلاص ودي علاقة بربنا علاقة حقيقية يعني مش مجرد ان انا بس كل يوم بتناول ان شاء الله بس قصدي في علاقة حقيقية بربنا. فايدة ايه؟ نعم انا كل يوم بتناول بس انا بتناول كل يوم عشان اتقاسي بس اتناولت كل يوم عشان انا براءه ضمير او تعود صح او سمعت درس الكنيسه اترنمت ترنم فقمت نزلت ضمير بقى عليا فنزلت ضمير فاهم التعود ده في الاول مطلوب وقبلها في تقصر او كده عندي مرحله التعود ماشي هل هعرفش طول عمري متعود؟ لا استنى بقى لازم ادخل في ايه؟ اسبب انا ليه رايح اتداول؟ عشان انا معترف ان انا ما استحقش وانا عايز اعمل رقم حقيقي مع ربنا وعايز اثبت في المسيح طب خطيتك ما انا عارف ان انا عندي خطيه فبجاهد ضدها الحاجات الوحشه اللي عندي بعمل ايه؟ لازم اعمل ايه؟ لازم يعني اسيبها للتدريب ولازم ابقى مقتنع ان انا فيها غلط ولازم ابقى مقتنع طبعا طبعا مفيش مخلوق على الارض مفيش مخلوق يستحق ان هو يتناول جسد قدام ربنا عشان عارفين بس هل بعد كده انا ما اروحش الا لما استحق؟ لا طبعا في القداس بيقول لنا قول جميل جدا يجابونا يقول لنا ايه؟ القدسات لمين؟ القدسين مين بيدخل يتناول؟ احنا احنا قدسين؟ قدسين حضرتك قديس حضرتك قديس في نظر مين؟ في نظر المسيح وفي نظر مين؟ في نظر الكنيسة احنا قدسين على طول الله شايفنا قدسين كونوا قدسين لان اباكم الذي في السماوات هو ايه؟ هو قدوس فالله دايما بينظر لي انا قديس طب انا ما استحقش انا ماشي انا عارف ان انا ما استحقش بس مش معنى ان انا ما استحقش ما اروحش اتناول ليه بقى؟ ما هو مديني المفتاح هفضل اقول مش هروح اتناول الا ما استحق مش هروح اتناول الا ما استحق يبقى مش هروح اتناول ان احنا عمرنا حتى لو بقينا نقف ننور ننور من الصلاة ننور ونرتفع قوية كرة على وقعنا أجنحة وخلاص وأنا ما عنديش توبة واعتراف ما عنديش تناول يبقى التناول ده إيه؟ برضه مش مستحق إن آخد جسد من المسيح بس أنا محتاج إن جسد من المسيح دي نقطة مهمة جدا فلازم وأنا داخل حتى لو قلت له الصلوات اللي قبل التناول بقول أنا إيه؟ أنا غير مستحق بس أنا محتاج أنا دلوقتي تعبان هو معنى ان انا اتناولت خلاص الخطيه مش هعمل خطيه ابدا؟ مش ممكن. هعمل خطيه، ربنا يديني مين؟ المفتاح، اجري، اجي عمل روح القدس في الكنيسه. عمل روح القدس في الكنيسه. يجدد روح ايه؟ روح يجدد، انما لو قعدت انتظرت لحد ما استحق يبقى ما حدش هنا. مين بس اللي يستحق؟ مين يستحق؟ مين؟ ما هو مين؟ هو الله بس. نعم. اللي هي اللي انا مش مستحق. احنا مش ايوه هو المسيح مات علشان صحيح. واداني الغفران وفداني بالدم وفداني وخلصني من الخطيه صح كده؟ واداني بعد كده ايه؟ قال خذوا كلهم هذا هو الجسد، خذوا كلهم هذا هو ايه؟ هذا ماشي. بس بعد كده قال لك ايه؟ لازم يكون في استحقاق لتناول الجسد ده. طب ما انا ما استحقش، ما انا لسه في الطبيعه في الخطيه اللي بتاعنا انا فيه. حلو. اديتك المفتاح. روح اعترف انا لو غلطان في كذا وكذا وكذا، لا انا غلطان في كذا وكذا وكذا. خلاص ادخل لايه؟ التناول. طب لو انا ما رحتش اعترفت المره دي اعمل ايه؟ ما اروحش اتناول؟ روح اتناول خلاص. ربنا يقدر تحليل ويطلع من التناول يمكن. احبائي لو قعدنا ننتظر نتناول دي على فكره حرب مش طبيعي حلو انت ما تستحقش طب انا عارف ان انا ما استحقش مين اللي استحق؟ ما حدش استحق ده الاباء الكبار في الكنيسه لما يجوا يتناولوا جسد قدام ربنا شوفوا الاباء حتى في الكنيسه لما يجوا يتناولوا جسد قدام ربنا كان في خشوع طبعا تعرفين ابونا او بطل او بطل كمان كان يدخل يمارس سر
بيعمل ايه؟ يدخل الكنيسة منين؟ يدخل الكنيسة من الشمال، يروح يزور قدام باب الهيكل من ناحية الشمال، لأن هو بيقف يقول له ايه؟ بيصلي صلاة هنا يقول له أنا غير مستحق لكل اللي هيحصل ده. أنا عارف نفسي كويس، أنا ما استحقش. هيديله النعمة بإيه؟ الروح القدس اللي شغال فيه، يقول له تعالى ادخل الهيكل منين؟ منين؟ تعالى يلا أنا عارف إن أنت ما تستحقش، بس تعالى خد نعمة، خد قوة إنك تدخل تمارس إيه؟ تمارس الأسرار. واحنا رايحين نتناول، انا ما استحقش جسد قدامك، انا عارف ان انا ما استحقش، بس انا محتاج جسد قدامك. مش معنى ان انا اعترفت وبقيت فل ان انا استحق، ما استحقش. يعمل فينا روح القدس بقى ناتج وبضمير ويحرك جوانا ويؤكدنا على خطيئة. طب هو الروح القدس من ضمن الخواص بتاعته هو الروح الايه؟ المعزي. فهو بعد حتى الخطيه يمكنني عليها يبعث لي ايه؟ التعزيه. اللي خلاص اتغفر في الخطيه بتاعتك هيحصل لي ايه؟ ما تعزيه. بالظبط بتحصل في القداس كده. يجي يقول ابونا بصوت عالي ويصرخ، يعني حتى في الطقس كده ويصرخ كم يوم ايه؟ قال له ساكن الحمد لله سنين مبارك ماشي. فاحنا نقعد بره نعمل ايه بقى؟ نقول ايه؟ لا 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 تصدق انت سني احنا فينا امكانيه ان احنا نبقى قداسين. والقداس بيأهلنا ان احنا نبقى قداسين عشان نتناول بس الدرجه. بس نرد نقول له ايه؟ واحد هو الاب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدوس. يجي ابونا يقول لنا ايه بقى؟ يبعت لنا ايه؟ التعزيه يقول لنا ايه؟ طيب ارمي الكاس خلاص. عارفين. يقول لك انت قديس؟ ايوه انا قديس في علمك يا رب. هل انا عارف عن نفسي النقطه دي؟ مين اللي خلاني ابقى قديس؟ الروح القدوس. صح ولا غلط؟ دي نقطه مهمه. فأنت قديس دي متكررة في القداس مرتين. يعني حتة القدسات والقدسين دي كان مين؟ الكنيسة كلها، واحنا بيتهم، لأن احنا قدسين في عين ربنا وفي عين الكنيسة. بتحصل مرتين تاني في القداس. تعرفوا في دورة البخور، دورة البخور، فتعرفوا بس قد إيه احنا فينا الإمكانية دي، والإمكانية دي واخدينها منين؟ الروح القدس الساكن فينا. هي أبونا في دورة البخور بيعمل دورتين، دورة جوه المسبح ودورة قدام باب الهيكل ودورة فين؟ في الكنيسة. يجي الدورة اللي جوه المسبح دي بيقف الأول بيصلي لك الكنيسة البطرق وبعد كده الإيه؟ طب الاجتماعات. ويرجع الناحية التانية يقول إيه؟ يقول صلاة، يقول طهارة، يقول بركة ينعم بيها على إيه؟ على شعبه. يكون واقف بظهر المسيح ويبص على الكنيسه من جوه ويقول صلاه ويقول بركه على مين؟ يخرج بره. بص بقى الحته دي ما اعرفش دي عملتها ليه. يقف الاول بيدي الخور لمين؟ الهيكل خلاص يبقى ده مين؟ المسيح. بعد كده تقوم وقف كده ناحيه الشمال وانت الخور لمين؟ للعطر خلاص مش هيكون العطر كانت محطوطه على الحجاب لو انت واقف كده هو شغال اللي معاك الشمال كده على مين ايه؟ يقول ايه؟ يدي الفول للعرض. بص بقى الحركه الجايه. يقف كده ويدي الفول لمين؟ ناحيه ايه؟ ناحيه الشعب. بيقول ايه في الحته دي؟ سلام لمين؟ القديسين والمعترفين والشهداء والاباء. يدي سلام للقديسين. ماشي؟ طيب ويرجع تاني اللفه اللي هي الرابعه دي يدي الدخول لمين؟ يوحنا المعمدان. علشان ايه؟ سير الكهنوت الكاهن. طيب دي احنا عارفينها المسيح، ودي احنا عارفينها العذراء، ودي احنا عارفينها الحل المعمدان. طب اللي ورا دي ايه؟ يبنوا الدوره يعني؟ يخلي ابونا يبنى بدل ما يلف كده على الفاضي يقول له كلمتين؟ لا طبعا. ده ولا بيقول القديسين والمعترفين والشهداء كل ده مين هم؟ هو ده الشعب اللي هيخرج منه الاباء ويخرج منه القديسين ويخرج منه الشهداء ويخرج منه المعترفين. صح ولا لا؟ ده فعل مين؟ رفض. يبقى على طول احبائي الله ينظر الينا ان احنا قديسين. ما مدينا هذه الامكانيه، هل احنا نعرفها عن نفسنا؟ اعرفها عن نفسك عشان تمشي ايه؟ تمشي ايه؟ الله اعطانا حاجه واحده، الله اعطانا ان احنا نعيش الارض على الارض، جسد جسد، ناكل ونشرب ونفكر ونبدع ونتفكر. واعطانا ان احنا نعيش السماء على الارض، ونحضر قداس ونتسبح على تلامس مع الرفوز، يبقى عايشين ايه؟
لقطات كده من السماء فين واحنا فين على واعطانا امكانيه ان احنا نعيش ايه السماء في السماء. بعد كده لما ننتقل هنعيش السماء فين في السماء والجسد في السماء. يبقى مخلوق ايه عشان تبقى قديس؟ تبقى قديس انت من مين؟ روح القدس العامل ايه؟ عارف ان هو روح الحياه يقول لك روح القدس هو روح الحياه هو موت الحياه. يبقى انا ما اعرفش نعيش الحياه من مين؟ من غير روح القدس. دي اهميه روح القدس فيه فينا وفي الجسد. انا بس عايز أنا أقول جملة وأنت تقول لي يا صح ولا لا يا مروان. أنا مفهوم ده إنسان، المفروض أنا دايماً شاعر إن أنا غير مستقر مهما حصل. الآية اللي بتقول إن خلق كل البر على كل من عليه المتقون. لكن هو يعني صحيح أنا في المعمودية قضيت في الدائرة وكسبت الخلاص في طرق الاعتراف بمارس وبحاول إن أنا مش قصة تعالوا ممكن يعني هو هي ربما مساعدة فمثلا ربما كانت ممكن
بس هو مش بيناوي الجسد. ليه؟ لان الجسد فيه تلامس مباشر ما بين الكاهن وجسد المسيح. من ايد الكاهن ومن جسد المسيح. مين واخد هذا السلطان؟ الكاهن. الدياكون بيمارس الايه؟ الدم. فهو عمره ما بيلمس الدم ابدا. في حاجه كنت سمعتها ان في بعض يعني شباب سابق يعني بيلمس ايده عشان كانوا اطفال. ده غلط. الموضوع ده هو الكاهن فقط. لو حد بيلمس بايده وناوي لسان الطفل الصغير ده كاهن فقط يعني. لان مين اللي واخد هذا الحلم وهذا السلطان؟ انه يتلامس مع جسد المسيح هو الكاهن. انما دور الدياكون او الارش دياكون بيساعد في التناول وحال الموت على عدم وجود الكاهن بيناول الدم. والدم ما فيهوش تلامس صريح مع مين؟ مع المسيح او مع الاسرار والقدس. يعني لما يجي مريض يتناول الناس اللي مش متقسمه. هو هذا الدم لهذا الجسد وهذا الجسد لهذا الدم. بس هو بفكره الايه؟ التلامس. والرتبه دي اعطي بيها ان هي تبقى رتبه مساعده علشان تساعد. دلوقتي الاعداد بقت ايه؟ ضخم جدا. مش هقعد انام ساعتين، هقعد انام ساعه. فالرتبه دي من ضمن مناصبها رجعت تتجدد تاني لان بقت الاعداد في الكنيسه كبيره. فيعني ليه نقعد نعزف في الناس والرتبه دي قادره ان هي تساعد تبقى تمارس هذا الايه؟ داخل. بس تلامس واضحه. مش هيجي مثلا ابونا مثلا بتاع مثلا على حاجه يقول لي ده تعالى كده من نفس الجسد مش هتحصل. ما ينفعش يوصل فيها مين؟ ابونا يوصل فيها دي مش ممكن. لان دي ده السر. ده الطقس اللي واقف كان فين؟ فالامور دي نقط مهمه الحقيقه لازم يعني لازم تكون معروفه. انا سر نزلة المرضى زيت الميمون ما يجيبوش الا الكاهن، زيت مسحه المرض ما يجيبوش الا الكاهن، وفي طقس الدهان لازم الكاهن يكون صايم والمريض يكون صايم. في طقس. انما زيت البركه اللي بناخده من الانديره ده زيت بركه، بناخد زيت البركه، زي ما بتاخد ميه من البركه. خلاص؟ ما ينفعش تاخد ميه في المعموديه معاك بركه. مش هينفع. بس ليه الكنيسه عامله هذا النظام هذا السيستم؟ لاجل بهاء ولا لاجل احساس بقدسيه الامر. فلما ادخل الكنيسه وحس ان في قدسيه في المكان ده بيدي الانسان رهبه. انما الدنيا كده تبقى زيها زي الكليه زيها زي الشغل زيها زي الجامعه زيها زي لا في قدسيه في رهبه في هذا المكان. كان زمان في العهد القديم ما يدخلش قدس الاقداس الا رئيس الكهنه مره واحده في السنه. قدسيه ده لدرجه انه يربطوه بحبل عشان لو حصل ومات جوه يعملوا ايه؟ يسحبوه. ايه الرهبه وايه القدسيه لهذا الامر؟ قدسيه لهذا الامر. في قدس امر الاسرار، في قدسيه للاسرار، في قدس روح القدس. انتوا عارفين موضوع القدس. انت قلت عليه من جد. حاجه تانيه سؤال؟ دلوقتي في زيت البيوت وفي زيت بس يعني يرجع فيها للاب الكاهن. بس هو زي ما معمول في المعموليه يعني هو مع هو اكيد هيعمل في الكنيسه هيعمل في الكنيسه خلاص وينزل بعد كده. بس في فرق في التجهيز. طبعا اللي بيعمله البابا وكل لا لا البابا والاباء المتصرفه ده طبخ الميمون ده قصه ثانيه. ده بيطبخ الميمون زيت مسحة المرضى ده هو زيت عادي زيت ساذج عادي زيت عادي خالص زيت زيتون يعني عادي بيتصلى عليه صلوات معينه اللي هي بتتعمل في صلاه الانبياء اللي هي السبع صلوات بيتصلى عليه بيتقري عليه ايات بولس وانجيل وبيتقري عليه تنبط علشان يحل الروح القدس فيه. بالزيت ياخد خاصيه الشفاء. خاصيه الشفاء اللي بتنتهي منه اجعل انت تكون فيه كذا كذا الكل مليون ايوه اللي بيتعمل عند حضرتك في البيت. هي صلوات خلاص بس ماشي. وداخل بره ويتهنوا مين؟ ابوك. ابوك مش بيسيبنا في البيت. بيسيب من بره. احنا بنتنفسنا قوي اذا كان في البيت في شخص او كذا. الطقس الصحيح ان من يده هذا الزيت هو مين؟ ابوك. هو ابوك بره. بس هو هيسيبنا في البيت. هيسيبنا في البيت. خلاص هيسيبوا البر لكن المفروض ما نديش. بقول حاجه يعني هتكون كمين وصريح حاجه عايز اقولها.
2 كتاب مقدس، 3 تنبي، 1 صلاه. كلم مع ربنا، كلم مع ربنا، ما في عباره ما بين ولا ربنا، ادي دي اول درجه كلام مع ربنا. 2 عشان اكلمه عايز افهمه، انا فاهمه هو يكلمني، يبقى في ايه؟ كتاب مقدس. 3 ايه؟ التنبي، سبب في الموسى. بدأنا مع كل ده بقى، ادي الثلاثه دول تعالوا نعمل فيه. مع كل ده انا بقى بعمل شويه اعمال يثبتوني في المسيح. الله يعمل الروح القدس يحصل ايه بقى؟ طب انا اعمل ايه بقى؟ لازم اعمل اعمال تليق بهذا الروح القدس. ايه بقى اعمال اللي اعملها الروح القدس؟ ان انا اعمل خير، ان انا اسامح، ان انا اخدم، ان انا ابذل، يعني ابذل اضحي بشويه حاجات، اجتهد ضد التعب، اجتهد ضد الخطيه، اجاهد ضد الافكار، اجاهد ضد الكسل. ده بينشط الروح القدس جوه. لما نيجي مثلا الارض راكده او الارض دلوقتي خلاص غير صالحه للزرع، فجبنا سماد وجبنا رش وجبنا الدنيا دي كلها، كله بقى جاهز، لازم الارض يحصل فيها ايه؟ لازم تتقلب ويتشال كل القديم ويطلع. التقليب والشيء والعرق ده هو ده الجهاد. فلازم اجاهد، وبعد كده استخدم السماد واستخدم واستخدم واستخدم. من غير ده ما ينفعش، من غير ده ما ينفعش. فعمل النعمه يكون شغال، موازي ليه؟ عمل ايه؟ العمل، الفعل. يبقى عشان اعمل علاقه فعلا حقيقيه مع ربنا، اخدم واتعب، صلي واتعب، اقرا واتعب، روح وبحب الناس، سامح، اغفر. كل دي اعمال تخلي الروح القدس جوايا الارض بتاعتي اللي صلاها تتقل. واحده بواحده بالتضرع، ميزه في العلاقه مع الله، في العلاقه مع ربنا، انها متدرجه. مش من اول ما اعمل كده هلاقي نفسي بقيت بسامح كومبليتلي يعني، ولا بقيت بحب الناس كومبليتلي. لا، انا بحبهم بدرجه واحده بواحده، اثبت اكتر، احب بدرجه اعظم، انا مش عارف اسامح بدرجه اكبر، احب اخدم بدرجه اكبر، في واحده واحده. النقطه يبقى نعمه معاها ايه؟ اعمال. ايمان واعمال. ده اللي يخلي الروح القدس تشيل جوايا، اعمل اعمال حسنه، اعمل اعمال خير، اعمل اعمال خدمه، اعمل عن عمل جهاد ضد الخطيه ضد التعب ضد كل ده. وفي نفس الوقت ماشي بخط متوازن بين الثلاث افكار. بتحاول حاجه عايز تقول كده؟ حد عايز يعني العكس؟ يعني العكس؟ ايه بقى العكس؟ اقول يعني الروح هو استبدل الكلام ده كله، المفروض الروح القدس في حاجه اسمها الصبر. الصبر هو دوت ايه؟ بيتكلم عن الصلاه، بيتكلم عن السلام، صح؟ طب ممكن بس اسالك سؤال، ايه الثمر ده منين؟ النهارده يا اما انت بتضحك على نفسك، يا اما انا خدت من الروح وقعدت ادرس معاك، عشان لا خدت بتناول باستمرار ثابت كده في المسيح. اذا الموضوع انا عندي، انا اضطريت على حساب صور مخصوصه، انت لو اضطريت على حساب المفروض الروح القدس هو الثمار اللي بتظهر فيا، يعني مش العكس. انا اقعد اعمل عشان تظهر فيا العكس. لا والله حاجه على حاجه، ده عشان دي نقطة مهمة جدا. دلوقتي أنا بتناول، صح؟ بس ما بغفرش. بتناول، بس ببهدل الدنيا بره. بتناول، الله يسمح إن أنا أتناول. خلاص؟ بس عمال بعمل أعمال أو ما بعملش أعمال حسنة، ما بعملش أعمال كويسة، ما بسامحش الناس، ما بعملش أعمال خير. مش قصدي أعمال خير إن أنا أعطي وكذا، على قد ما أنا بتوب. هي أعمال التوبة، خليني أتكلم في التوبة لأن هي مهمة. خطيه خطيه ماشي، يعني سهران طول الليل في اي مروح الصبح ده، وما كانش انا عن الكلام. بنتكلم على حد عايش، عايش السبعه دول لازم يعيشوا. بس في نقطه مهمه يا احبائي، دي نقطه مهمه جدا، ان ما ينفعش ان انا اثبت في المسيح من غير المغفره. المغفره دي ليها اصدقاء ايه؟ التوبه. يبقى الروح القدس مش هيشتغل جوايا. ثمار الروح القدس المفروض الزهر في وسط كل ده، برضه بتتاخد شويه مش عارف كده مش عارف. مش مضطر على حاجه، بس في نقطه مهمه، مش في نقطه مهمه. الثمر يطلع منين؟ يعني دلوقتي حطيت البذره،
والارض وظبطت الدنيا. لازم يحصل ايه بالبذره دي؟ بروح بل ونقط حواليها ورع وجيب وادي في شغل انا بعمله، في شغل البذره لوحدها بيحصل ايه؟ بتنمو. مين اللي بينمي؟ ليس الغارس شيء ولا الصافي شيء، بل الضخمي لازم، بس في غارس وفي ايه؟ وفي صافي. طيب انا بعمل الدور بتاعي فالشجره بتعمل ايه؟ تطلع واحده بواحده. طب مجرد ان النبته طلعت خلاص النبته طلعت، لا لازم اعمل اكمل عمل وجهات علشان اطلب بعد كده ايه؟ الصح. يعني مثلا انا اسف طلت البلد دي منين؟ بتناول صح وبتوب، بتناول وبتوب يجي لي طول البال. طب بتناول وانا مش قصدي الضعف البشري، كلنا ضعفاء كلنا بنتناول ونغلط كلنا كده، بس انا بعمل الاعمال علشان ما اغلطش، يعني عندي الاتيتيود ده واعترف واتناول واغلط اقوم. وده الحلو في الروح القدس اللي بيجددنا، مش مجرد ان ربنا يقف في التربه بس، انا ما بعملش النقطه الثانيه دي خالص. فانا كده بعمل ايه في الروح القدس؟ بطفيه. هو عمال يصحي مني وانا اقول له ايه؟ لا. طب ما يقول لي انزل تناول. طب انا نزلت تناولت وخرجت من التناول شربت سجاير، يبقى انا بعمل ايه في الروح القدس؟ او خرجت من التناول شربت ايا كان، يعني ايا كان العمل اللي عمله، انا بضحك على نفسي. لا روح القدس اقول لحضرتك سر كده في علاقه الله مع البشر، الله يعمل والبشر يعمل، عشان كده يبان النتيجه، يبان النتيجه. لو الله عمل لوحده النتيجه مش هتبان، لو الانسان عمل لوحده النتيجه مش هتبان، لازم الله يعمل مع الانسان. اعرف ليه بقى ان انا بقول لك روح القدس بتلزمني بالمسامير، لان لما بطلب حاجه وصلت حاجه تجي لي تحقق معايا اعرف ان دوت هو صدفه ربنا ليا مش صدفه تاني. دي تخصص تاني بقى، هو تمييز صدفات القصه كبيره جدا. عارف القصة دي مهمة جدا، لما نيجي نقف قدام ربنا، حاجة تقول حاجة واحد بتصلي، في تدريب حلو جدا لباقي الدروس لما نغلط، يقول لك أول ما تغلط تقوم واقف صلي. عارفوا حاجة واحد بتصلي؟ بس أو أنت واقف في القداس، إيه الشيطان يقول لك؟ أنت فاكر نفسك استحقت قدام الناس قدام ربنا؟ ما ينفعش. فده واقف أهو بيدي نقطة ضدي، أنت مش فاكر عملت إيه امبارح؟ أنت مش فاكر كنت شتمت مين؟ أنت مش فاكر كرهت مين؟ أيوه يا عم فاكر. يجي روح القدس يعمل ايه؟ لا ده كويس، ده كويس، ده لينا عطاءات، هنسمح بالدخول، هنتناول، يدافع عنه. الملائكه يعملوا كده، الشيطان يعمل ايه؟ يكسر. عشان اتاكد ان روح القدس ملازمني التفكير والدفاع. صح. فانا عايز كم نقطه من ما دام انا مش عايز احرق المواضيع الثانيه يا استاذ. احنا كلنا في عايز الفكره وعايز الفرص اللي تاخدوها يعني تمام. بس هو عشان اعرف ان عمل الروح القدس شغال جوايا، هل انا فعلا لما باجي احب حد احبه بجد ولا اي كلام؟ هل انا باجي بسامح بجد؟ دي ثمارة الروح. نعم؟ دي ثمارة الروح. دي ثمارة ايه؟ ثمارة الروح. ثمارة الروح بقى ده امر تاني خالص. ثمارة الروح احبائي. اقول حاجة، هما التسع ثمار كلهم مع بعض، ده بيجي لك اجزاء منه. تيجي الثمرة منين؟ من عمل الروح. الروح يعمل جوايا فيعطيني ثمار، زي ما اجي اكل ثمره معينه خلاص اكل ادي العمل كانت، فالاكل بقى عادي. لما انا اعمل اعمال طريقه هذا الروح اعمال الروح تبان ايه؟ تبان يبان جدا الاباء مثلا اللي هم يعني الاباء المتوحدين او ايا كان خلاص الاباء الكنسيين عايشين في المستشفى، في ناس تبان عليها النعمه جدا. ليه؟ وبيعملوا اعمال نعمه كتير. فالروح القدس جواه ايه؟ عشان تبص لوشه بس كده ترتاح. وفي واحد تبص لوشه يعني تبقى ده مش قصدي، بس فرق ايه؟ ده بيشتغل وشغل الروح القدس، الروح القدس ايه؟ يملاه بالثمار ويشتغل. فهي علاقه كبسيطه جدا، علاقه الله يعمل والانسان يعمل. الله يعمل يعمل يعمل، طب ما الله عمل الفداء. مين قبل الفداء؟ هو مش ده المسيح خلص العالم كله؟ اه خلص عنده
هنا خلص. لا القصه معتمده على مين؟ على اللي اجرى واللي اشتغل واللي تعب واللي جاهد يدخل بعد كده يقبل دم المسيح ويفعل دم المسيح في حياته. هو نفس الفكره بقى فعلا الروح القدس عن طريق ايه؟ توبه بقى توبه بقى في جد شغل المكنه شغل المكنه شغل المكنه. طب الزيت ناقص يا ابو جدع هات. طب لو الزيت ناقص خالص المكنه هيحصل لها ايه؟ تقفش. ما ينفعش ان هي تشتغل. اروح واصفر واصفر تحتاج مجهود اكتر واحط زيت تاني المكنه تفضل تشتغل وتطلع ايه؟ تطلع وحش تطلع وحش. يبقى ده جاي اللي هو ايه؟ الصمام. ما دام مطلوب وده مطلوب ما قالوش يكون ده ولا عشان كده ايمان بدون اعمال ميت. يبقى يعني لا نعمل ما عنديش ايمان. في كتير جدا بيعملوا بس ما بيكونوش متسلمين. في كتير جدا ماشيين بالايمان بس وسايبين لك موضوع الجهل نعمل 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 تجلى نعمل نعمل. ايمان اعمال. روح تناول توب توب وتناول غلط. طب هو مشكله ما انساش واضحة. بس حاجة عايز أقول حاجة كده. عايز أقول برضه على نفس النقطة ديت. لو أنا بمارس الأسرار ديت وبتناول المفروض بقى أنا لما بنزل الحياة العملية وسط الناس هنا بختبر مدى الابتسام للأسرار الصح أو الأسرار حتى أنا أعيشها بقى في المحاضرة دي طول ولا طول وبعدين وبعدين بتناول بطلع منهم بستفيد ان انا ازاي انزل الاقي وسط الناس. في اختبار هنا بقى وسط الناس. في اختبار هنا الاختبار ده بيبين لي بيكشف لي الكلام ان انا فعلا يعني بنجح بعد شويه ان انا افعل الروح اللي انا كسبته ولا ما فعلتوش. لو انا حسيت ان انا وسط الناس الامر معايا لسه يعني بتنفس انا مسافر انا بتنفس مثلا وما زلت بتنفس هتناول برضه وبتنفس ما انا ما عملتش على كده. وانا بحاول بقى هنا اقول ادع مره ربنا بروح فدي عمل اللي انا بحاول ان انا اكسب احاول ان انا اكسب مين بقى مش بس الدرجه عالي ايوه بعد شويه انا بحاول يعني بجاهد انا الجهاد بجاهد ان انا بدل بس بعد شويه بدل بس يعتل بعد شويه يعتل في الاخر بقى هعمل الصبر اللي بيقول عليه يوسف خالد الاخر هعمل الصبر اللي هو يعني التوتر اللي جوايا هيتحول الى سلام ناخد السلام. مثلا ثانيه كده لو انا مثلا جوايا ناخد نفس مثلا الفزر بتنفذ وبغلط خلاص فجيت في اللي قدامي مع مراتي في البيت مع اخواتي مع اولادي مع اصحاب مع اي حد ولسه خارج من الناس وقع طبعا ده الفكره خلاص. لو انا الروح القدس مش شغال جوايا انا ما عملتش حاجه غلط هم اللي بطلوا صح هم اللي نفذوا هم اللي دايما. طب واحده بواحده مع الممارسات الصبر البنية صديق بعد ما تنفس في البيت هو رايح عامل ايه مش خلاص تعالى ممتاز ما تزعلش من الناس خلاص هحكم عليك يبتدي تروح كوسي يعمل ايه واحدة 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 اول ما اجي اقوم عامل ايه لا خلاص دمعه وادرس الموضوع واحدة واحدة الكلام ده يجي بالتدرج من الممارسة ومن الفعل مفيش خطية ما نقدرش ما نخططهاش لوحدنا. لو عملت ايه لو نطقت اعمل خطر طبيعي انا كده انما نعمه ربنا قدسني وانا لازم اعمل ايه؟ اشتغل على نفسي. فهي نفس المثل بالظبط بنتدرج في الايه؟ في الاحسن بنتدرج في الاول كنت الاول ما بسامحش قوي بقيت بسامح شويه بعد كده بسامح اكتر كنتش بحب قوي بقيت بحب شويه بقيت بحب اكتر كنت بنزل قداس كعادة دلوقتي لا انا بنزل قداس كاشتياق بعد كده انا بنزل قداس كاحتياج بعد كده انا بنزل قداس لاني مش عارف اعيش غير قداس. بس عايز اقول يعني عايز اقول بس كده السفر اللي صار على القدس مش لازم يجي اول ما في السر صار على القدس ده ممكن يجي بعد السر ولا الجهاد. طب جهاد اهم يعني عشان ان انا نعمل روح القدس لازم ايه؟ وبتبان جدا في الجمله اللي قلتها في الاول خالص. نعمه غير منظور ده شغل ربنا. عن طريق ممارسه نقص منظور ده شغل الانسان. باستخدام ماده او وسيله. ده الله على الانسان هو اشتغل. وبعد كده عن طريق كلام شرعي برضه دور الايه؟ دور الانسان.
واضح فكرة؟ أخبروكم في الأسف ويصالح عن التأمين إن أنا أقول لك إن أنا هو عمل مش بكتر وماسك الاسرار. ايوه ما هي يعني
ايه احتياجه للتناول. المرة اللي ممكن يروح على جورج دي في الفترة القليلة بس مش كل سنة يعني بيبقى رايح لاشتياق حاسس انه لازم محتاج التناول، بس حسام بيروح منظر بيروح كده وبيطلع يكمل زي ما بيقول الاستاذ محسوس بيطلع ويعمل يعمله بعد كده. فهي مش قدر الممارسة الأسرار يلا يوصل بس يوم مارس قليل ومارس كتير بأمارس بقلب حتى التمارين اللي احنا احيانا بنعملها في فرق بين ان انا ممكن التمارين اللي هي الصلاه التسبيح اللي احنا ممكن من خلالها بيجي بروح بقوانين الامتلاك اللي بتناقش فيه الامتلاك ده مش طول عمره امتلاك عشان اشطر او ان انا احس ان انا انشط روحي وفي واحد بيرنم ببوكه ما يعرفش هو بيرنم كلام فرحان فيه موسيقى. التمرين نفسه الصلاه نفسها فرق مش كتر الممارسه تحس ان انت تسمع من حد تتعزم لانه يعني بيرنم هو حاسس تمارينه بالصبر. في واحد لا مش بكتر انا عارف انك توصل الى تعب معصرين كتير في اللي زي اختام واللي زي مشير واللي زي ده ليه النهارده الناس في الكنيسه مطلعه قفال علينا وعماله مش في الشكل ده اللي بيتعمل يعني هو ده لا مش انت فهمت النقطه دي او لا في النقطه بس اكبر دليل على كلام حضرتك هو ان المعموديه والمجنون بيمارسوا ايه؟ مره واحده صح؟ خد بالك طيب دلوقتي انت حضرتك بتتوه وماشي بتقضي الكلام بس بتروح تتناول مره في الشهر مره في الشهر هي المره المتاحه ليك مسافر بقى بتروح وتيجي تعمل يعني ايا كان بس هي المره دي تاثيرها قاعد معاك طول الشهر ده موجود جدا في اباء متوحدين الاباء المتوحدين ده بيعملوا ايه؟ هو بص بقى ده اللي بيتناول وهو عارف انه بياخد التناول بمنتهى الرغبه يقعد ويحافظ على التناول لحد ما يتقابل باشتياق تاني للتناول بيحافظ على التناول عمال يجاهد يجيله فكر يجاهد فيه يجيله عمال يعمل يجيله فكر يشغله يشتغل ضده فهو بيجاهد هنا بيبقى اقوى من لازم علشان يفضل محافظ على ان السر ده لحد ما اروح اعمل ايه؟ اروح اتناول تاني عشان كده التناول بيتكرر كل ما احس ان انا محتاج بوجه كل ما احس ان انا محتاج بوجه في واحد حاسس محتاج على طول كل يوم ده مش شرط يعني موجود في الكنيسه صبح جوه الليل اللي بيخدموا 500 خدمه في الكنيسه اللي عمالين يتطوروا روحي وزي حضرتك ما فيش كلام ده مش شرط ده خالص خالص انما ان شاء الله فعلا انت بتناول مره في الشهر اعتقد مره في الشهر اعتقد مره في الشهرين على حسب وقتك تكون انت فعلا انسان نقي قلبك طاهر كلامك بسيط الدنيا القصه فعلا زي ما الاستاذ بيقول مش بكتر الممارسات ولا بكتر الخدمه ولا بكتر بولس الرسول نفسه قال ايه؟ مش بعد ما عملت كل ده اصير انا ايه؟ ده امر صعب جدا ممكن فعلا عمل بسيط تعمله ممكن واحد بسيط جدا بيعمل عمل بسيط جدا بره الكنيسه وهو معروف وده ليس بقى المجهود انه بيعمل العمل بقلب نقي وبنيه خالصه وفي نفس الوقت هو بيعمل ربنا وفي الخفاء انت عايز اكتر من كده جمال مش اكتر من كده جمال مش شرط بس ايه لو حد عنده اشتياق اكتر وعنده وقت انزل اخدم الخدمه هتخليك تبقى مطلوب للاسف هتبقى ظاهر مش للاسف يعني مش قصدي يعني ظاهر للاسف بس انت ممكن بقى بعد فهذا الظهور والمعرفه والقصه دي هتجيلك بقى التحرر وكده وانت ومش انت والكلام ده فلا تبقى عارف قيمه نفسك ان انا واحد واخدم مش طالب لك انت بقيت يا عم مش عارف بس انا عارف انا بعمل ايه ففعلا العمل البسيط مش بشرط كتر الممارسات خالص بس مش معنى كده دي نقطه بحب اتكلم عليها مش معنى كده ان انا ما مارسش لا يعني اعمل دي ما اسيبش دي صح ولا ايه؟ بس مش شرط ان انا كل يوم اتناول انا كل يوم بتناول كل يوم بشتغل يبقى ايه الفايده؟ انما اتناول مره في الاسبوع بشتغل ثلاث اربع مرات في الاسبوع واحد بيتناول مره كل يوم وبيشتغل في الكيو في 500 مره بقى الفرق ايه دي نقطه ان انا الاستحقاق للتناول وان انا مشغل الروح جوايا وانا بحافظ على الجزء ده المفروض تيجي حاجه فيها اول ما مش عليه او هو مستحيل
لا طبعا ده حاجه مظبوط جدا 100%، بس ده لا يمنع. تمام.